واش لي زامي كنتمنى تكونوا توصلوا نهار زوين ومرحبا بكم في الشانيل. المهم سميتي سيمو واليوم غنقدم لكم ما عمركم شفتوني واقع. المهم هو انا مرحبا عندكم مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا كاملين. بالنسبه قلت لكم اليوم غنقدم لكم واحد الحاجه اللي هي كاربيراتور 12 اس اش ا دي لورتو ميتين ايطالي كتكون راكبه في بلوزيغ موطو يعني بياجو سي سياو برافو ميكس كاع اللي كاينين وكتقدر تركب اي موطور اخر اللي كيتقبل هذيك لا كاربيراتور ديال 12. بالنسبه لهاد الحلقه راه غنعطيكم بلوزيغ ديتاي منهم باش ما تفاريش الكاربيراتور كيفاش تنقي شنو هما لي برودوي خاصك تنقي بهم. باش ما نطولش عليكم بقاو معنا. اول حاجه كنديرو هي كناخذ الترونفيس بلا ديالنا وكنحلو لو فيلتر راه من هنا لهنا والكاربيراتور راه هي اللي داخله من جهه لادميسيون حتى لهنا. غنبداو باول حاجه اللي هو هاد الفيس هذا اللي بلا ولا بولون بلا غنحلوه كي الدسيره هو راه نورمالمون راه كوليا انا نوريها لك كتحيد هو الاول كتكون فيها الشبكه هذه راه هو هذا ديالنا الفيلتر اوريجينال دو الشكل ديالو. من بعد الحاجه الثانيه سيكو كناخذ السيرو 8 ديالنا وكنبداو نديسيريو كنحيدو بعدا هذا هو الاول كنبداو نديسيريو هادي ولا تقدر تحل هادو ماشي مشكل. المهم كديسيري الكاربيراتور وبيان سور خص تكون ساد ليسونس يعني ليسونس ما هابطش الكاربيراتور ستيتي كديسيري هذا دابا غنحيدو لاكسيليراتور وغنوريكم كيفاش كيتركب الكابل ديال لاكسيليراتور ديال الكاربيراتور باش كديسيريه كومبليتوم راه ما عمرو كيتحيد هاد الكرو هاد البولون هذا راه كيبقى لاصق واخا نبقى نديسيري فيهم هذا الشكل ديالو هو هاد عندنا هاد هو اللي كيرجع لاكسيليراتور حتى فاش كتكسيري وعندنا الكابل راه هو داخل هنا حنا غنحيدو هادي والكابل راه هو هذا كيدخل بحال هكا بحال هكا باش كيجي هذا كيدخل هنا الوسط وسط من هادي صافي وكيركب بحال هكا نورمال باش نتا فاش كتكسيري كتجر فاش كتطلق كيرجع هاد الروسور هذا. بالنسبه للكاربيراتور كيفاش تحيدها من بعد فاش كتحيد الاكسيليراتور حطوا هذا هنايا او باش تشوفوا فين هو باش بقى لينا هادي. من بعد كنحيدوا هاد الكابل هاد التويو هاد ديسونس ها هو كنحيدو دابا من الجهه اليمينيه ديال الكارتي صافي ها هو حيدناه كتبقى لينا الكاربيراتور ديالنا بوحدها مديسيري لي ليكرو كتحيدها تو سامبلومون كتجرى برا من الاحسن بدا تدور شويه بحال هكا باش تحيد فاسيل. وديما هاد البلاصه هادي اللي كتدخلها الكاربيراتور كتكون فيها واحد الجلده بلاصه لادميسيون كتكون واحد الجلده هنايا هاد الجلده دي راه مهمه هي اللي ما كتخليش ليسونس يقدر. وهكا كنكون حيدنا الكاربيراتور ديالنا دابا غنحلوها كامله ونقيوها وغتشوفوا معنا كلشي بقى معنا. من بعد ما حيدنا الكاربيراتور ديالنا فيلتر اير الشبكه ديالو راه كتكون هاد الشبكه هادي بالنسبه لشي واحد اللي ما عندوش الشبكه هنا راه خاصها. وكيف قلت هذا هو البلاصه اللي كيركب فيها الكابل ديال الاكسيليراتور كتكون هنا. غنبداو نحيدو هاد لي كرو ولا لي بولون سواء بالطرنوفيس بلا سواء بالسيرو 8. اول حاجه كدير هي كتحيد هذا ديال نورمالمون من هنا كيدخل ليسونس من هاد التقبه هادي كيدخل ليسونس من هنا ومن بعد كيدخل كيدوز واحد الفيلتر كيكون لتحت من هاد البولون هذا انا نوري لكم تحيد هذاك تحطو وهنا ملي كيدخل ليسونس كاين واحد لو جوان هنا صغير هو هذا عندكم توضرو ولا ما كانش راه كدا تقطر الكاربيراتور
وبالنسبه للفيلتر راه هو هذا كيكون هنا كيف كتشوفوا راه الكاربيتور ديالنا موسخه شو شفاه الداخل شي شحال ديال الوسخ هذا الشيء نورمالمون هو اللي كيحبس كيحبس الجي كلور باش ما يدوزش ليه ليسون شوف شو شفاه الداخل شو هذا الشيء اللي لصق ليا في هذا الشيء داكشي علاش خاصك تغسل الكاربيتور مره مره الا كان الريزرفوار ديالك مصدي ولا شي حاجه هذا الشيء كامل غنغسلوه غنحيدو هادي غنديرو هنا غنحيدو هاد لو جوان ديالنا غنحاول نحيدو بواحد الكوتور تنجيبو باش ما نقطعوش حيت راه ما كاينش من بعد هادي من بعد الفيتر شو شحال ديال الوسخ هنا شي كامل وسخ شي كامل خصو يتحيد من بعد نحيدو هذا ديال ستارتير وعندكم ديما هاد الروسور هذا اللي يطير كتشدو بحال هكا بيدك تشدو بهاد الصبع وتدور هذا الطريقه التحياد ديالو انا غنوريها لكم دابا من بعد ما كتحل هذا كتبقى شاد داك الروسور بيدك باش ما يطيرش كنحيدو الكرو ديالنا كنحطوه ها كيفاش كيتحيد اوبس طار المهم بالنسبه للتركاب ديالو راه بحال هكا كيكون بحال هكا وهاد البلاصه كيدخل فيها هاد الكرو هذا هنا وهادي كتجر وكتركب هنا ما علينا عشان نحط الريسور ديالنا هنا وبالنسبه لهادي كيفاش كتحيد راه كتحيد بحال هكا كتكون هي هكا كتحيدها بحال هكا باش كتحيدها كدور هي من هنا شتيها من بعد كدورها هكا وكتجر يعني كيف قلت لكم كدير لها بحال هكا كدور اضواط اليمين وكتجر فوالا هاد اللعيبه هادي ما عرفتش شنو ديالهاش لقيتها في الكاربيتور مكتوبه في ار اغ 2035 بون حيدنا كلشي تقريبا بقات لينا على كوف اللي هي الريزرفوار ديال ليسونس والجي كلور شحال هاد لي بولون هادو وعندك التخوه ديما راه كيكون فيها ليسونس لتحت محطوط في هذيك لاكوف ولا الريزيرفوار ولا ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه كنحاول نعطي ديمو بالعربيه وداكشي اللي كنعرف انايا في القاموس ديالي بالنسبه لهادي راه هي لاكوف راه كتكون فيها ليسونس كيف قلت لتحت حتى هي غتغسل وبالنسبه للجي كلور راه هو هذا وديما مع انا راه ديسيريتو ما عمرك تزيرو بزاف وكتطلع عليه من الداخل كتشوف واحد التقبه كتشوف واحد التقبه فيه الداخل واش سير ما غتبانش جيسبر تشوفوها راه هي راه هي هذه التقيبه اللي فيه هذه ما خصهاش تكون مخنوقه و العبار ديال جي كلور هذا راه 48 48 مكتوبة الماركة اي ان سي هادشي كامل غنقيو باقي لينا هذا ديال الغالون شي تا هو نحيدو صافي من بعد نغسلو هادشي كامل نقيوه وردوه كيف حليناه بالنسبة باش نغسل هادشي راه شوية ليسونس فوالا هذا هي الشيشه ديالنا غنحاول نزومي واحد شويه باش تشوفوا هذا الشيء مزيان جيسبر اسمحوا لي راه كاين البرد زعزع التليفون جو بونس
فوالا اي نقيت. المهم غنقي هادشي كامل، غندير لكم تايم لابس باش مابقاش نعطلكم في هادشي. الكاربيتر ديالنا كامله دابا غنجمعو كلشي. انا غنبدا بالتحت، غنبدا بالجيكلور. كيحتاج هادشي تزيرو بزاف سينو غتفاري، ولا فاري الا مشات تفارا. نزير كنزيرها بواحد شويه باش الجهد اللي ما نقدرش نحلو بيدي، ماشي زعما نزير كثار من القياس، حيت الا مشيتي تفاريتي هادو راه ما كيتصيبوش، حيت لا ماتير باش مصايب هاد الكاربيتور ماشي حديد وماشي الومنيوم، الياج مخلط داكشي بلوزيغ ماتير مخلطين باش عطاو هاد لا ماتير هادي. باقي واحد شويه ديال الوسخ انا نحيدو. الوسخ راه كيف قلت راه كيجي من الريزيرفوار، بحال هاد البلايص صعيب تدخل ليهم. دابا كيف قلت غنجمعو هادشي ديالنا ساهل، ديما حدا هاد الجوان هذا اللي ما يكونش كتسيلي، يعني كتحبس البرد ولا ليسانس يخرج. ما عنديش تنشريها ونديرها من بعد ماشي مشكل، شي ساهل في التحيه ديال التركاب ديالي. صافي من بعد نزيرو لا كوف ديالنا، كنتمنى يكون ما نسيت والو، تشيك هادشي كامل بيان. صافي من بعد نزير هادشي. فوالا دابا غنركبو، غنركبو البلاصه اللي كيدخل منها ليسونس اللي هي هادي. هادي راه كيف شرحت ليكم راه كتجي، كيجي الجوان هنا ولا سوا ديزون هنايا، كيجي الفيتخ هنا، تشوف شي جهه مزيانه، كيجي الفيتخ هنايا في التقيبه هادي لداخل بحال هكا، ومن بعد كتجي تحط هذا فوق وكتاخد هاد الكرو ديالو. راه هو هذا كيف شو كاينين ثلاثه صافي وكتزير. ورا هاد الدخله ديال ليسونس راه كتقدر تمشي لاي اتجاه بغيتي، يعني كتقاد على حسب التيو فين كاين. انا ما غنزيرش بزاف، غير نركب هادشي ونزير. من بعد غنركب الريسور في البلاصه ديالو، هذا هو اللي كيجد، هذا هو ليكوي ديال لارانتي. فوالا ها هو ركبناه. من بعد نركبو هذا ليكوي كبير، بغيت نقول هادي ديال ستارتير. هادي كيفاش كتركبها راه شرحت كيف حيدتيها. نورمالمون فين كيكون هذا الرقم وين فين كتدخل، كتدخل بحال هكا جنب، ومن بعد كدورها، من بعد كتجيب هذا كتركبه هنا لتحت
يسهل. وركب احنا انت استوى واش خدام مزيان ولا كيف قلنا راك تدفع هو لهاد الجهة هاو شاد هذا هو الفونكسيونمون ديال ولا الخدمة ديال هذا راه مزير شو الشيء الاخر غنزيرو والريكلاج غنركبو هذا هو الغسيل ديال الكاربيراتور كيف قلت لكم اول حاجة كنديرو هي كنركبو الكاربيراتور ديالنا تيو راه ماشي مشكل هو من بعد نركبوه دابا راه ركبات انا خد سيرو 8 ها هو غنزير عمرك تزيرو هاد الشيء راه قلتها لكم بالنسبه لهداك الكود اللي كيدخل منه ليسانس كيف قلت البرد كيدخل من هنا من بعد كيدوز مع ليسانس من بعد كيدخل الموتور من هنا هاد الكود هذا اللي شاد الكاربيراتور ما خصكمش تبقى تزيرو بزاف راه كاين شي ناس كيعوجوه بقاو يزيرو شي كيعوجو داكشي كيتزير داكشي على قد القياس حيت هاد الشيء راه فيه كاربيراتور شاد في الموتور راه ماشي ميكانيزم راه شي كاربيراتور شي كدور بحال لورمات ولا بحال الروايد خاصك تزير بزاف فهمتي كتزير على قد القياس من بعد واحد السيمانه تشيكي ديما قلب يا كاربيراتور ديالنا راكبه نركبوا لها الفيتخاير ديالها ها هو كيتركب كيف قلت لكم راه هادشي كامل تقدر ديروا التورنوفيس بلا التورنوفيس بلا وسيرو 8 بالنسبه اللي ما عارفش واحد الحاجه راه عندنا واحد لو جروب فيسبوك كيهضر على الماتر لي سيكلو موتور كيهضر على اي حاجه بغيتي تعرف ما عرفتش بغيتي مثلا عندك شي حاجه باغي تبيعها عندك شي حاجه باغي تشريها في بياجو فيسبا فيلو موتور اي حاجه عندها علاقه مع لي فيلو موتور فيلو موتور راه كتعني هي فيلو يعني بيسيكليت موتور حيت هادو هما الكاتيجوري ديال هاد النوع كتسمى سيكلو موتور ولا فيلو موتور فوالا ها هو الفيلتر ديالنا راه نقيناه وداكشي باقي لنا واحد المسيحه هنايا غنديروا عليه كي يولي بيرفكت نمسحوا بهاد الزيف هذا فوالا ها هو داكشي دابا زوين قاد مزيان نقي بقى لينا لاكسيليغاتور غنشرح كيفاش كيتركب غنوريكم عاوتاني كيفاش كيتركب ها هو كيتحيد هذا من هنايا كيتركب هنايا بحال هكا هو الاول في هاد التقبه هادي شخشيه هي الاولى هاد البلايص هاد التقبه هادي شخشيه هي الاولى ومن بعد كتهز الفوق بحال غتجر لعندك فوالا وهذا راه كيركب هنا تحتو فوالا كيجي بحال هكا ونركبوه غنمسحو دغيا ندخل لغبرة لا والو ونركبوه هكا كتكون نقيتي كاربيراتور مزيان قفالة وسخ لا والو شكون خدمة نقية وعارف كاربيراتور ديالك كي دايره من الداخل اشنو خاصة بحال دابا هادي راه نقدر ندبل على داك الجوان ديال اللي دويت ليه ديال لا ريزيرفوار ولا لا كوف من بعد لا لقيتو المهم ما واقفينش عليه ولكن من بعد لا بان راه ناخذ نركبو لان عارف خاصني من الاحسن نبدلو لا بحال دابا بديت كتقطر من ليسونس من بعد واخا صايبت هادشي راه ما عندي ما ندير لا خاصني نلقى هذاك لي جوان عاد باش فوالا هو تزير تزيرو فاش كتقاد لاكسيليراتور ديالك كتزيرو من هنا قاد الاتجاه بحال هذا نورمال راه كيدوز بحال هكا نزيرو مبقاش كيتحرك هذا غنزيرو حتى هو وهادي راه كتجي هنايا فوالا بقى لينا نركبو التيو ديال ليسونس ديالنا والاول ركبت شيو والاول
عاد بالزير من بعد راه غنزيد واحد لو فيلتر كيكون هنايا في هاد البلاصه هاد ديال ليسونس. بعد ما ركبنا التشيو تقاد ليه الاتجاه ديالو حيت راه كيف قلت لكم راه كيدور وزير وما تزيرش بزاف، زير على قد القياس صافي. وبقى لينا بقى لي هذا ديال لارانتير من بعد نقادو انا. هادشي اللي كاين كانت ديال الحلقه ديالنا. لا عجبك اخويا الكونتوني دعمنا بشي لايك، احتاجين لي لايك ديالكم وسبسكرايب، ومازال لي فيديو ان شاء الله على ضد الموتور هذا. المهم كيف العاده عفات.